كنا في وجه الضلال نقاوم الاحتلال لن نرهب الاعتقال نقاوم الاحتلال لن نرهب الاعتقال مسلم أمريكا في كل مكان ودرات علينا الأفراح كلها في دورة الصيام جهاد وقيام في دورة الصيام تقضي إلى الأباء في دورة الصيام للطاغية أما الشعب عليه لما نحني للطاغية ثم الجراح باقية لما نحني للطاغية نسلم للأسرى نحن نقتلهم ونفرح أولادهم والذكريات الكبيرة وهم أطفال.